بال2000 2001 بلش، كان عندي طبعا اوجاع كثيره، شيء برقبتي شيء بظهري شيء بجسمي، ف عمل لي تصاوير انه في عندك ديسك برقبتك ديسك بظهري، بعدين حولوني لقسم النيرفز قسم الاعصاب بمستشفى مشهوره بستوكهولم. اول دكتور شافني قال بدنا نعمل فحوصات ونعمل تيست وهيك، اوكي. انه كمان كان وجع كثير بايدي كمان ما تحملت، حطوا عند ركبتي ما تحملت، قال لا دي يعني انت عندك فيبرو. قلت له شو هيدا الفيبرو؟ الفيبرومايالجي مرض قديم جدا ومعروف جدا من الناحيه الطبيه، ولكن غير معروف من الناحية الجماهيرية ممكن بين الناس. يعني الإشكالية الفيبروميالجية هو التغيرات اللي تجري بالعضلات ويجعل عمل العضلات دائما مرافق إلى أوجاع شديدة جدا منتشرة جدا في أركان مختلفة من الجسم. أنا ونايمة بيجيني الوجع، بصحى من النوم بيجيني الوجع، الوجع مؤلم مؤلم بشكل إنه يعني بدي صرخ، بدي ما قدراني بقى، ما فيني يكون أعمل يعني ما فيني جمد حالي، ولا نوع مسكن بيقدر يخليك تكوني مرتاحة. حولوني على دكتور نفسي، رحت له قال أنت عندك أوجاع ما عم بتبين بالفحوصات، قال لي بعدين بتبكي كتير، يعني الأوقات لما بيكون عندي أوجاع كتيرة ما بقدر ما أبكي. الأوجاع الملازمة لهذا المرض التي تؤثر بعدين بسبب استمرارها، بسبب تكررها الدائمي، يسبب إلى تأزم نفسي. فأغلب المرضى يراجعون الأطباء النفسيين لحتى يعني يتعالجوا من الأعراض الجانبية لهذا المرض. فالعرض النفسي هو عرض جانبي للمرض العضوي، لا يعرف بقيمة هذا المرض أو بعمق هذا المرض إلا من يصاب به. ولذلك للأسف بما أنه الإنسان بالفيبروميالجيا ليست لديه أعراض معينة ظاهرة، لما الإنسان المريض يقول والله أنا ما أقدر أسوي هاي، أنا تعبان، أنا عندي وجع شديد، بس هو اللي يشعر به بس الآخرين ما يعرفوا به، وهذا يجعل أنه التعامل مع هؤلاء المرضى دائما يكون تعامل به شك، ولكن هذا غلط، هذا يزيد الهم همين. هلا لما جينا لهون وبلش هذا المرض معها، انا اول شيء ما كنت اخده يعني بهيك انه شو هذا، ما انه شيء يعني الا لك عم يطول بالك هيك حاول هديها. بس لما كنت روح مع الحكيم دائما، ما في مثلا مره بتروح على الحكيم الا دائما انا معه. تعرفت على المرض انا وياها تقريبا، وانا حاولت دائما اتعايش معها بهالشكل. هيدا أنا بتشكر عن جد، مش لأنه هلأ جوزي قاعد، بتشكر عائلتي لأنهم بيطولوا بالهم علي بشكل ما تتخيلوا. بيرجعوا الحمد لله يعني بيرجعوا طب أوكي مام أوكي أوكي، بس كلهم درسوا عن المرض شو هو ليعرفوا شو العوارض. لعلاج هؤلاء المرضى ليس هنالك يعني طبيب يستطيع أن يعالج، هنالك فريق عمل. اعتياديا الفريق العمل يتكون من طبيب، يتكون من سايكولوجيست دائما، يتكون من كوراتر أو باحث اجتماعي، ويتكون أيضا من فيزيوثيرابيست يعني معالج، وهذول كلهم يشتغلون مع بعضهم لإعادة أو استعادة المريض طاقته. الذي إحنا نفعله بالعلاج هو تقليل نسبة الأعراض، يعني الإقلال من الأوجاع قدر الإمكان. والشغلة الثانية هو إيجاد وسيلة لتعليم المريض كيف التعامل مع الأوجاع. محمد أحمد أسعد لمنصة أنا الشاهد BBC عربي ستوكهولم.